لو السبكي مفيش بديل ليه، مفيش بديل ليه. لو في بديل ليه انت ليه بتقارن مين السبكي عشان النهارده انا ابتدي اساله عنه؟ لما جه مثلا الناس عيلي شعبان عبد الرحيم ازاي؟ لما جت تسخر منه كل شعبان عبد الرحيم ده فنان وفنان وفنان، خد الشهره العالميه. السبكي شال ناس في فتره البلد ما شافتهمش فيها، جاب فنانين، جاب ناس اكلهم معايش، كل الفنانين بتيجي تشتغل مع السبكي كانتاج. ايه البديل السبكي؟ البلد تسيب الدوله واقعه كلها ككامل وتيجي تقول لي رايك في السبكي؟ يعني ايه السبكي؟ فين السينما وفين الفن وفين الناس وفين الدوله اللي مسؤوله عن الفنانين وفين الفنانين اللي كل ده سابوه وجاي دلوقتي تقول لي فين السبكي؟ ما انت عندك دوله ليه عادل امام ما يعملش هو الانتاج؟ ليه كل الممثلين ما يحضروش بعضيهم وهم يعملوا انتاج منهم فيه؟ مثلا ايه احساسك او انطباعك عن الفيلم؟ بحس ان هم بيبقوا جواه وبيهزروا. طيب انطبق على كل الافلام اللي انا شفتها. الاعلان مثلا بتاع فيلم حلاوه روح شفته؟ كان انطباعك عنه؟ فيلم يعني تريلر يبين هو يخلي الشباب عايز يتفرج عليه طبعا، قمه الاثاره اللي انت بتشوفها في التريلر، بس ما فهمش اي حاجه من البتاع غير ان هي واحده بعملها كانت اي حاجه مش كويسه. بتصير هي اي نعم بتناقش، بس بتناقش بطريقه غلط. يعني اي نعم الحاجات دي موجوده، بس ليه ما بتجيش حاجات حلوه تقول اه الحلو ده موجود؟ ليه بيجي الوحش بس؟ بس للاسف